ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا اسمي منى احمد الشربيني في الصف الثاني الاعدادي. النهارده احنا هنعمل اكله بسيطه جدا وهي البيتزا. دلوقتي هي هتنفع للسحور وللفطار عادي، فيلا نعمل البيتزا دلوقتي. احنا اخذنا الكيلو دي وحطينا معلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره سكر، وعندي باكو بيكنج بودر وباكو خميره، وكل ده وكل المكونات الجافه دي قلبناهم مع بعض سوا. وبعدها حطينا الزبادي قلبناهم جدا جدا جدا، وحطينا الخل. ولو انتوا عاوزين تعملوها بالعجانه اعملوا نفس المقادير وكل حاجه، بس هتلاقي الميه قليله معاكم وهتبقى ايه كويسه زي الفل. اما بقى دلوقتي هنعمل احنا هنعملها بايدي، وفي بالعجانه وبايدي يعني وكده. فالمهم حطينا الزيت وقلبناهم كله، ودلوقتي احنا هنحط الميه. حطينا كوبايه زيت، وعندي حطينا كوبايتين زبادي، ودلوقتي هنحط كوبايه الا ربع ميه. ده شكل العجينه اهو بعد ما حطيناها، بعد ما احنا عجناها نحط شويه زيت صغيرين عشان بعد كده هنسيبها تخمر. تمام كده، ده بعد كده هنسيبها تخمر. تمام هنسيبها تخمر بقى شويه كده على ما احنا نحضر الصلصه والطماطم والفلفل هي المكونات اللي احنا نحطها على وش العجينه. ونرجع، بس الاول العجينه دي اصلا تنفع لاي عجينه، العجينه اللي هي مثلا زي عجينه البسكوت اي حاجه، العجينه دي تنفع لاي اي 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 طريقه معينه زي البسكوت اللي هي المعجنات اللي هي خليط النحل كده. فيلا، ودلوقتي بقى هنحط حطينا الزيت، ودلوقتي هنحط معلقه صغيره من الثوم، اللي هو المصري. على ما العجينه تخمر عملنا الصلصه، وعندنا طماطم وفلفل، وعندنا اللي هي الجبنه الرومي مبشوره، وعندي الجبنه الموزاريلا، وعندي تونه، وعندي الزيتون. اقول لكم ازاي عملنا الصلصه. حطينا معلقه ثوم صغيره وشوحناها، وحطينا معلقتين صلصه كبار، وحطيتهم بشويه ميه، وحطيت ملح وسكر عشان يشيل طعم المزازه بتاعت الصلصه، وحطينا بابريكا، وحطينا سنه شطه وسنه فلفل اسود، وطاب وعندي كزبره وكده. احنا عمل البيتزا اتخمرت، وهنحط الصلصه على العجينه اهي. تمام، وهنحط عليها شويه جبن في الاول، اللي هي الجبنه البرازيلا والجبنه الرومي المبشوره، واحط لحمه مفرومه كحشوه ليها، اهي واحط الطماطم، ودلوقتي حطينا الفلفل، وبعدها راح نحط شويه الزيتون. اهي بعدها هنحط تاني اللي هي الجبنه الموزاريلا والرومي، وشويه كمان موزاريلا عشان تبقى حلوه وبتمط معانا. وهي دي شكل البيتزا اهي، وده الشكل النهائي للبيتزا اهو. دي بالتونه، ودي باللانشون، ودي بالتونه برضو، ودي باللحمه المفرومه. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يكون العدد مشاهدات كتير. ومع السلامه.